طيب احنا المره اللي فاتت كنا وقفنا فين؟ كنا وقفنا عن حساب ما يسمى بالفولتج ريجوليشن. اللي هو الدروب اللي بيحصل او الفرق اللي بيحصل ما بين الفولتج اللي على اللود ما بين حاله النو لود وحاله اي لود. لازم هيحصل فولتج دروب على الامبيدنس دي. ووصلنا لهذه المعادله اللي عملنا لها جنراليزيشن هنا. نقعد لو سمحت. عادي عادي. في ايه؟ تمام. وحسبنا هذا الكلام مع تغير الباور فاكتور. هتلاقي الكيرف بهذا الشكل. طبعا ده عند لود معين، يعني عند 50% من اللود، عند 70% من اللود وهكذا. الرينج ده بيتراوح ما بين بلس وماينس 5%. طيب السؤال، لو انا عايز اظبط الفولتج، يعني انا دلوقتي الفولت اللي وصل للود اقل من الرقم اللي مكتوب على الترانسفورمر، المفروض 380 وصل 360 مثلا. ازاي اوصله تاني 380؟ في عندنا حاجه اسمها تاب تشينجر. يعني ايه تاب تشينجر؟ تاب تشينجر يعني دلوقتي انا عندي عشان اعمل 11 كيلو فولت انزلهم 380، كنت عامل مثلا ده 1000 لفه، ده 100 لفه مثلا. كويس؟ ده ايه الترانسفورمر بتاعي. ال 1000 ده ما بخليهوش 1000 بس، لا بخليه 1100. 1100 لفه. واخد من المايه دي اخد نقطه، يعني عندي نقطه اللي هي عند ال 1000 دي الطبيعيه. في نقطه تاني 1020 1050 1070 في تحت 990 950 وهكذا. والنقط دي كلها خارجه. التاب تشينجر وظيفته ان ينقل، يقعد ينقل من النقط. لو الدنيا طبيعيه المفروض انا عند ال 1000 يعني هاخد عند المية الناحية دي، هنا 11 كيلو هيديني 300 مثلا. حلو؟ لكن لو الفولت قل الناحية التانية بعمل ايه في الناحية اللي هي الكبيرة؟ ازود شوية، ازود عدد الأنفاق. بدل ما انا واخد 1000 اخد 1020. فبدل ما كنت هناك 370 فانا كده اديت فولت اعلى شويه من الناحيه الثانيه، فهيطلع لي الفولت يزيد شويه من الناحيه دي. دايما الايه؟ انا عندي دايما ناحيه هاي فولتج ناحيه لو فولتج، دايما التغيير بتاع التابنج ده بيبقى ناحيه الهاي فولتج مش ناحيه اللو فولتج. نعم؟ نعم؟ لو غيرت ناحيه اللو فولتج هتعرف كبيره قوي. لا مش مساله كبيره او صغيره. براكتيكال سبيكينج الكرنت بيبقى قليل ناحيه الهاي فولتج. وبالتالي لما بعمل الايه السويتشنج ده يبقى انا كده الوير اند تير وحجم الكوندكتورز اللي هي التيرمينالز صغير، كل حاجه صغيره، مش زي لما اعمل على ناحيه الكرنت العادي. طبعا الكلام ده بيتم اوتوماتيك بيجي يغير وزن الرينج، يعني دايما بتبقى التابت شينجنج ده بيبقى بلس وماينس 5% اللي هي احنا متوقعينها، بحيث ابقى دايما ضامن ان الفولتج على اللود يبقى ثابت 380، فيجي لي هنا 220 اشغل الاجهزه بتاعتي في الرينج الطبيعي بتاعها. تمام؟ هتقول لي طب ما ساعات بنقيس الفولت في البيت ما بيبقاش كده؟ اقل. اه ده بقى في ظروف في الشبكه بتخلي الفولت يقل عن حتى الليمتس اللي هي ممكن يظبطها التابل شينج. تمام؟ ف بيبقى اللودنج عالي، فالتيار عالي، فالدروب عالي، ممكن يبقى 10-15%، فبالتالي ما هعوضه ازاي؟ ومن هنا بتيجي في بعض القرى او المناطق البعيده لان انا بتلاقي فجاه ايه؟ مثلا الثلاجه باظت. ليه؟ فولت قليل. اللي بيحصل لما الفولت قليل على الموتور اللي بيشغل الغساله. كم موتور بيشغل ميكانيك اللود؟ لو بيطلع الاوتبوت بتاعه لازم هيطلع هيطلع. الاوت بوت باور ثابت. لما الفولت يقل يحصل ايه للكرنت؟ يعني الموتور هيسحب تيار زي كده الدور الايه؟
المايه اللي عندك في البيت لما تلاقي صوت عالي كده قوي يسحب تيار عالي عشان يشغل لك الايه؟ الميكانيكال سيستم بتاعه. فالتيار العالي اعلى من الريتد اعلى من الديزاين بتاع الموتور مع الوقت هيحرقلك الموتور. وقت قليل اكتر من الطبيعي اللي هو المفروض يقعد معاك 20 30 سنه سنتين ثلاثه كمان دي الثلاجه بتاعتك عشان الفولت اقل. عشان كده دي اهميه ان انا يبقى السيستم عندي الفولت فيه ثابت. طيب واضح ان كل الحسابات بتاعتنا احنا معتمدين زد اكويفالنت في الافشنسي مش عارف ايه، كل حاجه بحسبها منين؟ من الاكويفالنت سيركت صح؟ طب الاكويفالنت سيركت دي البارامترز بتاعتها جايبها منين؟ افرض انا عندي ترانسفورمر وما اعرفلوش ريزيستنس ولا ليكج ريأكتنس ولا ار سي ولا اكس ميو ولا اي حاجه. اجيب البارامترز ازاي؟ نعمل تيست. نعمل اثنين تيست، اوبن سيركت تيست والشورت سيركت تيست. منهم بعرف اجيب البارامترز بتاع الترانسفورمر. تمام؟ اوبن سيركت تيست يعني ايه؟ يعني انا سايب حاطط السبلاي من ناحيه وسايب الناحيه الثانيه اوبن سيركت. ايه اللي هيحصل؟ السبلاي هنا احط في 1 هيطلع لي الناحيه في 2 بالترنز ريش على طول مفيش مشاكل. طبعا ده معناه ان اي 2 بكام؟ مفيش اي 2 يبقى اي 2 داش بزيرو، يعني الحته دي في الايكوفلنت سيركت مش موجوده اللي هي بتاعت الار ايكوفلنت والاكس ايكوفلنت. وبالتالي لو قست هنا الفولتميتر هنا الفولت، طبعا عاده بنعمل هذا التيست من ناحيه اللو فولتج سايد، يعني بحط السبلاي ناحيه اللو فولتج واسيب الهاي فولتج اوبن سيركت. حلو؟ جميل. هنحط هنا فولتميتر هنا فولتميتر، لو قست البي هنا والبي هنا قسمتهم على بعض يبقى جبت ايه؟ الترنز ريش. طب لو قست التيار وقست الباور، الجهاز اللي بيقيس الباور اسمه وات ميتر، في ملفين فولتج وكرنت عشان يبقى التورك اللي بيشوفها المؤشر تتناسب مع الفولت والكرنت عشان يديني الباور. قرايه الباور تمثل ايه دلوقتي؟ الايرن لوزز بس، ما فيش حاجه ثانيه. ما عنديش غير ار سي واكس ميو. وبالتالي عندي في اي كوساين فاي، هي دي البي اي. لو جبت الفي وجبت الاي بعرف اجيب الايه؟ انا عايز الفولت وعايز الكارت، يبقى عندي الكوساين فاي. جبت الكوساين فاي بقدر احلل الاي نوت ده الى اي سي واي ميو، ما دام عرفت احلله يبقى عرفت اجيب ار سي وايه؟ واكس ميو. يبقى من اول سيركت تيست نعرف نجيب ايه؟ الشنت برانش ده اللي هو الار سي وايه؟ واكس ميو. خد بالك لو انا عامل القياسات بتاعتي من ناحيه اللو فولتج سايد يبقى الار سي واكس ميو دول ريفيرد لاني سايد؟ اللو فولتج سايد. لو كنت عامل القصه بالعكس يبقى دول ريفيرد فين؟ للهاي فولتج. دكتور جبناهم ار سي واكس ميو ازاي؟ ها؟ جبناهم ازاي؟ اه هي عباره عن في على اي سي او في على اي ميو. صح؟ مش الار سي في على اي سي والاكس ميو في على اي ميو. طيب تجيب ازاي اي سي واي ميو؟ انا عندي اي نوت بس محتاج الزاويه، هي دي الزاويه اللي بين اي سي واي ميو، لان ده عباره عن ريزيستيف وده ايه؟ اندكتيف. توتالي اندكتيف وده توتالي ريزيستيف. وبالتالي الفاي هي الزاويه اللي بين الكرنت ده وده. جبت في الاي وعندي الكوساين فاي بقدر احلل الاي ده الى كوساين فاي وساين فاي، يعني ده الاي سي وده الاي بي. بس قسمت على الفولت على الكارنت جبت الريزستنس والاندكتنس. تمام؟ في مشكله في الكلام ده يا فندم؟ انا دلوقتي قايس القياسات بتاعتي منين؟ من ناحيه اللو فولتج سايد. اللي انا حاسبه ده من ناحيه اللو فولتج سايد. والار سي والاكس بي دول ريفيرد للو فولتج سايد. لو كنت عامل القياسات بتاعتي الفولتميتر والاميتر والواتميتر يعني البرايمري بتاعي والسبلاي بتاعي من ناحيه الهاي فولتج يبقى دول كانوا هيبقوا ريفيرد للهاي فولتج. طيب فاضل ايه كده في البارامترز؟ المفروض ان الفولتميتر لما اجي اتش بي دخل فولت معايا هو الدوري، يعني الفولت اللي انا دخلته هناك انا كده اخدت الاوبن سيت ناحيه الهاي فولتج. ايوه دي اوبن سيت ناحيه السبلاي طبعا. على السبلاي نفسه ايوه انت عايز تعرف السبلاي ده كام؟ طب بنحط فولتميتر ايه السبلاي كام؟
انت ما تعتبرش ان السبلاي ده حاجه معروفه، ممكن اقعد اغير فيه عشان اظبطه على القيمه الريت بتاع هذا الترانسفورمر. تمام، فهنا بنحط ريت فولتج مفيش مشكله، لان الكرنت الاي لود ده بيبقى كام في الميه زي ما قلنا من الفول لود؟ من 2-5%، حاجه صغيره جدا. طب لو عايز اجيب ار ايكويفالنت واكس ايكويفالنت، لا بنعمل بقى شورت سيركت تيست. بعمل الشورت ناحيه اللو فولتج وباخد القياسات واحط السبلاي ناحيه الهاي فولتج سايد. ليه بنحط ناحيه الهاي فولتج سايد؟ عشان التيار يبقى قليل، فالاميتر اللي انا هتجيبه هيقيس هنا هتبقى الريتنج بتاعه صغير. فانا عندي انا ريديوس ذا فولتج. ليه ريديوس؟ ان لما عملت شورت، عملت شورت هنا على طول السيركت دي، كان في هنا الار سي واكس ميو، دول قيمتهم كبيره جدا زي ما شفنا كومبيرد للايه؟ للار اكويفلنت واكس اكويفلنت. فانا كان عندي كام برانش فارق؟ ار سي واكس ميو فارق معاهم دلوقتي كمان الار اكويفلنت واكس اكويفلنت عشان عملت شورت. وبالتالي الكارت هيبقى عايز يمشي فين؟ الصغيرين دول اهمل التاني ده خلاص كانه مش موجود. وبالتالي دي الاكويفلنت سيركت دلوقتي. الفولت ده لو ريتد على على الامبيدنس الصغيره دي الكرنت هيبقى ايه؟ السام بقى. يبقى لازم نعمل ايه عشان ليميت الكرنت ما يعطينيش الترانسفورمر؟ اقلل الفولتج بحيث يبقى الكرنت هنا اخره الفول لود. فانا عاده بنظبط الفولت هنا بحيث يبقى الاي شورت سيركت ده ايكوال اي فول لود. تمام؟ ليه بنشتغل على يعني ايه؟ هي مش فارقة. انت لو عملت مش مسألة الهاي فولتج، أنا بتكلم على ريتد فولتج، سواء ريتد فولتج في ناحية الهاي أو ناحية اللو. كده كده الريتد فولتج هيمشي لي الكرنت عالي هنا. سواء الكرنت اي فول لود بتاع البرايمري او السكن، هي مش فارقه. احنا بنتكلم على ان هنا الريتد ما اقدرش احط الريتد فولتج، انا بحط ريديوسد فولتج سواء عملت التيست في ناحيه الاي فولتج سايد او ناحيه اللو فولتج. هو في ايه يا اخوان؟ في ايه؟ على ايه؟ مش شايفين ازاي؟ ما احنا كده هنشوف. ما لو نورنا مش هنشوفه ده كويس. ده مش باين في التصوير؟ ها جرب كده احسن. طيب رايت الوات ميتر دلوقتي هنا الباور دي رايحه فين؟ في الار اكويفلنت 1 بس، مفيش حاجه ثانيه صح؟ تبقى اي سكور في ايه؟ في ار. عندي الاي وعندي الدبليو اللي هي رايت الوات ميتر، يبقى جبت الايه؟ الار. عندي رايت الفولت ورايت الكرنت قسمتهم على بعض جبت الزد. عندي الزد عندي الار يبقى جبت الايه؟ الاكس. خلاص جبت كل حاجه. بس برضو ناخد بالنا من حاجه، ان انا هنا ما دام عامل ناحيه الهاي فولتج سايد يبقى الار اكويفالنت والاكس اكويفالنت دول 1 ولا 2؟ مش مهم، مفيش حاجه 1 و 2 دول، انسى 1 و 2. بنتكلم على اي فولتج سايد ولو فولتج سايد. انا عامل قياسات من هنا من اي ناحيه؟ هاي فولتج، يبقى دول هاي فولتج وهاي ايه؟ هاي فولتج. لو كنت عامل بالعكس يبقى لو فولتج ولو فولتج. 1 و 2 دي مالهاش قيمه دلوقتي. 1 و 2 دي هتظهر لما احط بقى سبلاي ولود. احنا بنعمل تيست. تمام؟ طيب بس ده كل المطلوب ان تعرف الترانسفورمر. يعني طبعا الترانسفورمر فيه كلام كتير قوي اكتر من كده، بس ده ايه على قد الايه اللي مطلوب في هذا الكورس. طب ايه الابلكيشن؟ زي ما قلنا اهم ابلكيشن عندي ان انا بستخدمه از باور ترانسفورمر عشان انقل الباور من الجنريشن للايه؟ للديستريبيوشن. تمام؟ بولد في حته عند فولت قليل والباور عاليه الكرنت هيبقى عالي قوي، لازم اعمل ايه؟ اعلي الفولت عشان الكرنت يقل واعرف انقل الباور الكبيره دي في الترانسميشن لاينز بهذا الشكل.
لحد ما اوصل لمناطق اللي انا فيها اللودز، انزل الفولت زي ما انا عايز بعد كده لحد ما اوصل للحاجات الصناعيه التجاريه السكنيه اي حاجه. تمام؟ وده اللي بيساعد ان انا بخلي يبقى عندي محطات الكهرباء في اي مكان، مش مهم احط في اي حته، ما هي الباور اللي هي بتنتجها هذه المحطات، محطات في اسوان، محطات في عين موسى، محطات في اي حته، بس عشان تعمل المحطات التقليديه بيبقى محتاجين دايما ان انا عندي ميه عشان التبريد. بعمل تسخين وبعلي زي ما بره التاني. فعادة يا اما هتلاقي المحطات عندنا يا اما على البحر يا اما على الانهار او الترع. عشان يبقى عنده سبلاي ميه مستمر او يتعمل لها بقى حاجه مخصوص للتبريد بطريقه مختلفه مش بميه، زي ما اتعمل في محطه العاصمه الاداريه اللي هي عملها بيجيب اللي هي الثلاث محطات الاداريه عمل التقسيم. بس المحطتين التانيين واحدة برولوس يعني على البحر والتانية بني سويف على النيل. تمام؟ لأن التبريد بالمية دايما أسهل وأرخص. تمام؟ وعشان كده برضو المحطة الضبعة اللي هي النووية تبع البحر برضو بنفس السبب تبريد. ان كل القصه توليد الكهرباء قايم الفكره الاساسيه قايم ان انا بسحب ميه اللي هي ستيم، الستيم يدور التربينه، التربينه تدور الجنريتور. تمام؟ وما زالت هذه الفكره هي اللي شغاله وهي اللي لازم اعتمد عليها لفتره طويله قبل ما ابتدي اعتمد بقى على الحاجات الرينيوبل اللي فيها ايه مزايا بس فيها مشكلات تانية. تمام؟ فده اهم استخدام للترانسفورمر اللي هو الايه؟ از في الباور ترانسميشن اند ديستريبيوشن. في حاجات تانيه بقى سبيشال ترانسفورمر صغيره بقى. في حاجه اسمها انسترومنتال ترانسفورمر. دلوقتي انا عايز اقيس فولت. عايز اقيس الفولت بتاع خط الجهد بتاعه 220 كيلو. اجيب له اجيب له فولتميتر شكله ايه؟ مش هينفع. لازم اقلل الفولت بترانسفورمر صغير عشان اقيس. فبنعمل الكلام ده بترانسفورمر اسمه بوتنشال ترانسفورمر، يبقى عاد اللفات بقى الناحيه الثانيه كبير قوي، وبعدين بنزل بقى الفولت بعمل له ستيب داون. الفولت رينج عدد 120، 120 فولت من هنا بيبقى ناحيه السكندري بتاع ده. حط الفولتميتر بقى وحط الدرايات بتاعتك كيلو فولت عادي مش مهم، مش عارف الريشيو. تمام؟ بس فده بنسميه الفولت الشبكه، وده موجود في كل الشبكه بتاعتنا في الاماكن اللي انت عايز تقيس فيها الفولت. كل القرايات كل الحاجات بتتباع مع حاجه اسمها مركز التحكم القومي اللي هو موجود في بعد عشان بعد الورق بشويه كده. بيبقى عنده قرايات بتاعت كل حاجه، بتاعت الشبكه كامله، بتاعت 500 كيلو و 220 كيلو فولت. عارف الفولت هنا كام؟ طبعا مؤشرات بقى لما يقل هنا يبقى في حاجه حصلت هنا. طب عايزين نقيس كارنت، هتقيس لي كارنت 1000 امبير ازاي يعني؟ برضه اميتر شكله ايه؟ قال لك لا هنعمل كارنت ترانسفورم. البرايمري بتاع السلكه نفسها اللي ماشي فيها الكارنت هي لفه واحده. وده السكندري، عاد لفات بقى ايه كتير عشان يعمل ايه؟ انا عايز اقلل التيار بقى، بعمل ستيب داون كانه ستيب داون للفولت او ستيب اب للفولت. بالظبط، فيعمل لي ستيب داون للكارنت. تمام؟ مشكلة ده ايه؟ لو سبت اوبن سيركت فيحصل ايه؟ ايه اللي هيحصل؟ ستيب اب قلت يا معلم ايه بوظ لك الايه؟ التيرمينالز العزل بتاع التيرمينالز. لكن طول ما ماشي طيار هيبقى البوك قليل. تمام؟ فبنحط هنا بقى بيبقى الريشيو كام؟ بنظبطه بحيث يبقى اللي طالع لي هنا في رينج ال 5 امبير. بالكتير. حط الفولتميتر الاميتر بقى بتاعي عشان يمسك التيار ويبقى الرينج بتاعه زي ما انا عايز، عارف الريشيو مش مشكله. برضه دي موجوده في اماكن كتير في الشبكه عشان نقيس الكارت. في
في حاجات تانية كتير، في حاجات في الكوميونيكيشن بقى، راديو فريكوانسي ترانسفورمرز تستخدم في حاجات كتير في الالكترونيك سيركتس. في راديو فريكوانسي بالشكل ده، وفي كمان لو فريكوانسي اللي هي استخدامات اخرى، وفي بالس ترانسفورمرز. يعني في قصص كتير جدا مش عايزين نتكلم عنها بتفصيل قوي، لكن استخداماته كتير. في اوديو ترانسفورمرز عشان الاوديو سيركتس يطلع لي اوديو سيجنال هنا، وهكذا. في اوتو ترانسفورمر. ايه اوتو ترانسفورمر ده؟ مفيش بقى برايمري وسكندري، هو ملف واحد. ملف من ناحيه كبير وسبلاي يعتبر البرايمري، ومن نفس الملف واخد اطراف، دي تعتبر السكندري من نفس الملف. وبالتالي انا هنا باخد جزء من الفولت ايه اللي هو بتاع البرايمري على السكندري، او اي بقى بتقعد تغير لو انت عايز. طب ايه الميزه في الترانسفورمر زي كده؟ اكيد اوفر. رميت ملف كامل مع دول، ملف واحد واخد منه نقط شايفه. وميزه ان انا ممكن اعمل ده سلايدنج نقط بقى كتير، واقعد اخد فولت متغير، وده اللي بيبقى موجود في المعامل. يعني لو عايز بقى فولت متغير في المعمل بيبقى معمول بهذا الشكل، اسمه فارياك، ده الاسم التاني ليه، او فاريبل اوتو ترانسفورمر. في بقى اوتو ترانسفورمر الثانيه مش فاريبل، يعني هو عاملها بشكل معين عشان مثلا بيوصل ما بين جهدين مختلفين، ترانسميشن لاين مثلا 138 كيلو فولت، ترانسميشن 22، فده اللي بيعمل ترانسفورمر كبير بالنسبه لنا. هو بيقلل بيغير السبريدي الفولت بس برينج معين، فبيستخدم الاوتو ترانسفورمر بهذا الشكل لانه اوفر وارخص وفي واسهل في الكونستراكشن بتاعه. طبعا لو عملت سيرش هو انا لو عايز اعمل ستيب اب او ستيب داون، ما هو يا اما لو انت عايز ستيب داون هيبقى تاخد جزء من ده، يعني ده مثلا 300 كيلو 220 كيلو هتاخد هنا 100 بس مثلا. عايز ستيب اب يبقى توصل ال 100 من الناحيه دي تاخد ال 300 من الناحيه، او اي نقطة بقى تانية 100 200 اي حاجة. اي ناحية، ما السبلاي ينفع يخش من الناحية دي او من الناحية دي مش فارقة. خلي السبلاير ده يعني او بتاع السبلاي والقصة بتاع السبلاي المتوصل بأي. لو انت عايز بقى تخلي السبلاي بتاعك الناحية دي وتاخد حاجة ثابتة من الناحية التانية ماشي، كل حاجة تمشي. بس المهم يبقى الديزاين يسمح بكده. يعني بمعنى ايه؟ ان لو شفنا كده صورة للترانسفورمر، ثانية واحدة، ده الترانسفورمر اهو صغير، يعني كاريتنج صغير. بص الاطراف عامله ازاي، فين الاطراف الجهد العالي او الهاي فولتج؟ طيب اكيد العزل الكبير بتعزل الجهد العالي عن الايه، الكيسه الحديد اللي هي محطوطه الترانسفورمر جوه البتاع الايه العلبه. تمام. طبعا بما ان الجهد عالي فالكرنت قليل، هتلاقي الطرف الاسفل ازرق اصفر احمر اللي هتاثر عليه دول رفيعين كده، لكن الناحيه الثانيه بص هتلاقي الجهد اقل فالعزل ايه صغير، بينما الكوندكتور اللي هتوسع عليه ايه كبير عشان الكرنت عالي. بس فكل حاجه ليها ريتنج، هتشتغل وزن الريتنجز تحط من الناحيه دي فولت كام هتطلع معايا، يطلع بقى بالريشيو زي ما انت عارف. تمام. طبعا هتقول لي ايه 3 ليه عشان 3 فيز بقى، ده 3 فيس ترانسفورمر في 3 هنا. طب ليه 4 هنا؟ بقى في ستار، ستار وفي نيوترا. تمام. ليه؟ لان انا في النهايه عايز اوصل مثلا لو بتكلم على بيوت محتاج ال 220، 220 ما اعرفش اخدها الا بلاين ونيوترا اللي هي 300 على
فلازم يبقى هنا الانحياري السكندري ده ستار اللو فولتج سايد ستار عشان اخد لاين ونيوترال واوزع لودز سنجل فيكس. تمام؟ بس فده كان ملخص لموضوع الترانسفورمر بتاعه. في مشكله في الكلام ده؟ طبعا لو عملت سيرش هتلاقي سبيشال ترانسفورمرز كتير جدا لابلكيشنز مختلفه كتير. عايزين بقى نتكلم في الموضوع الاخر اللي عندنا اللي هو الاندكشن ماشين. ثواني to electrical rotating machine. يعني ايه ماشين؟ تايبس ماجنتيك فيلد كونستراكشن وازاي بنتج الماجنتيك فيلد في الالكتريكال ماشين. الالكتريكال ماشين هي عباره عن ايه؟ هو ديفايس شغلته انه يحول الميكانيكال انرجي انتو الكتريكال انرجي او العكس. يعني لو انا عندي جنريتور يبقى انا بحول الميكانيكال انرجي انتو الكتريكال انرجي، ده كده يبقى اسمه جنريتور. لو بحول الكتريكال انرجي انتو ميكانيكال انرجي يبقى اسمه ايه؟ موتور. الموتور والجنريتور معتمدين على كونسبتس بسيطه جدا. الجنريتور معتمد على فرضيه بي ال في، ان انا لو عندي ماجنتيك فيه في كوندكتور بيتحرك والماجنتيك فيلد الثابت هيحصل انفيزبل بس. والموتور معتمد على لورنتس فورس بي اي ال. عندي كوندكتور ماشي فيه تيار بيتعرض لمجال يبقى تنشا عليه فورس عمودية بلاش.
هما دول التو كونسبتس مفيش غيرهم. يبقى عندي تيار يعني الكتريكال باور اتحولت الى حركه، عندي حركه اتحولت الى فولتج يعني الكتريكال باور. تمام. طبعا بي ال في وبي اي ال بالشكل ده مضروبين في بعض. لو كان هنا المجال العمودي على التيار او الكونفكتور وهنا المجال العمودي على الحركه. تمام. فالجنريتور عباره عن ايه؟ عباره عن جزء ثابت وجزء متحرك. الجزء الثابت بنسميه ستيت، الجزء المتحرك هنسميه روتر. فانا بعمل ايه؟ انا ببروفايد الميكانيكال انرجي للروتور، بخليه يلف. الحاجه اللي بتدور الروتور بنسميها برايم موفر، اللي هي تربينه مثلا زي ما هنشوف في الفيديو بعد شويه. التربينات ممكن تكون ايه؟ ممكن تكون حاجات كتير قوي، ستيم، ووتر، ويند، اي حاجه. المهم في ميكانيكال انرجي. ممكن يبقى انترنال كومبستشن انجن زي موتور العربيه يعني. المهم ان انا هدور ده. فلما ادور الروتور عباره عن كوندكتور بيتحرك في مجال، فيحصل ايه؟ هيحصل فيه الانديوسد فولتج بهذا الشكل طبقا لفرضيه بي ال في. تمام. ده جنريتور، ودي الفكره اللي احنا بنينا عليها السينكرونس جنريتور او الالترنيت. بيشتغل ازاي؟ زي ما هنشوف في الفيديو ده. هتلاقي الفيديو عندك على الصفحه بتاعت الكورس. ده الجنريتور بتاعي، لو فتحناه من جوه هنشوف هنلاقي ايه. الفكره كلها مبنيه على الكترومغناطيك اندكشن اللي هو فرضيه ان انا عندي لوب بتلف في مجال هيحصل فيها ساينوسويدال فولتج، او اللوب ثابته والمجال بيلف هيحصل نفس الايه؟ سيم افكت. فيا اما الروتيتنج كويل والمجال ثابت، او الروتيتنج فيلد والكويل ثابت. فاحنا هنا عملنا كده، ثبتنا الكويلز وبقينا ندور المجال، بقينا الموضوع كده اسهل يعني. فانا عندي الروتر هو اللي فيه المجال، هو ده الجزء المتحرك، هو ده الجزء اللي هيلف. عملت ملفات ومشيت فيها تيار دي سي، فبقى عندي نورث ساوث نورث ساوث، وحسب عدد النورث والساوث ده بنسميه نمبر اوف بولز، يعني نورث وساوث. حلو. لما ادور ده هيقطع ايه؟ طبعا دي البولز هنا اللي بنسميها سيليانت بولز، مش مشكله المسميات دي بارزه كده. هو المجال هنا عامل ازاي؟ النورث والساوث دي ماشي التيار في اتجاه معين يعمل مجال نورث، هنا ساوث، هنا نورث، هنا ساوث، حسب اتجاه الكارنت طبقا للرايت هاند رول بتاع الامبير. يبقى عملت كده كام بول؟ أربعة ماجنتيك بول، نورث وساوث ونورث وساوث. وهدورهم بسرعة ثابتة. فلما أحط ملفات بقى في الجزء الثابت اللي هو الاستيتور، الملف ده لما يتعرض لهذه الايه؟ الماجنتيك بولز هيحصل فيه الانديوسد فولتج، ولأنه نورث وساوث نورث وساوث فيحصل ايه الفولتج؟ هيبقى ساينوسويدال اي سي اهو بهذا الشكل. تمام. طيب وبالتالي الفريكوانسي بتاعتي اكيد هتتناسب مع ايه؟ مع سرعه الدوران، وهتتناسب مع النمبر اوف بولز. هتقول لي ازاي؟ هقول لك نسبتها بعد شويه، مش مشكله دلوقتي. هي بس السرعة بتبقى بالار بي ام، فاحنا على الفريكونسي بير سكند فقسمناها على 60. انا عايز اعمل 3 فيز، فعملت 3 ملفات شيفتد 120، وبالتالي هيطلع لي كام فولت دلوقتي؟ 3 ساينوسويدال شيفتد 120. طبعا ممكن دول اوصلهم ستار كده في الاخر، هيطلع لي كام فولت؟ 3 فولت شيفتد كام؟ 120 من الجنريتور. ده اللي بنسميه سينكرونس جنريتور. 4 بول عشان اطلع 60 هرتز يبقى لازم الان تبقى ب 1400 طبقا للقانون ده اللي احنا هنثبته بعد. سهل اهي. بص احنا كده وقفنا الفيديو. طيار هنا لو ماشي في هذا الاتجاه يبقى ده كده ايه؟ نورث، يبقى ده نورث.
التيار لو ماشي في الاتجاه العكسي مجال داخل يبقى ده سبب، وهتلاقي ان المجال بقى خطوط المجال هتقفل على بعض ازاي، نورث هنا هيلاقي ده ساوث من تحت ونورث من فوق، نفس الكلام الاثنين التانيين. بس تمام. طيب طب المحطة شغالة ازاي بقى؟ عشان انتوا ده ايه اللي بيشغله؟ التربينة اللي احنا قلنا عليها. ده فيديو كده المحطة شغالة لتحت. هي طبعا في امريكا فايه بيعمل لك اعلان كده يقول لك احنا بنغذي كهرباء مش عارف لكام بيت. طبعا لان كل ده بيبقى قطاع خاص هناك فبيعمل دعاية لنفسه. في النهاية دي المحطة. طبعا زي ما شايفين على نهر ايه؟ بس النهر هنا ما بيعملش تبريد، هو بيعمل تبريد بطريقه ثانيه هنشوفه دلوقتي. بس النهر بيستغله انه بيجيب الفحم في مراكب، لان طبعا محطه الفحم محتاجه كونستنت سبلاي، فحم عمال تحرق فحم على طول. فالفحم هنا بيجي له سواء بالمراكب او بالقطر او باي طريقه، بيكومه عنده في مخزن بقى. بص المساحه دي كلها عبارة عن تخزين أو كول أرايفر، في الكول يارد، يارد واسعة مساحة واسعة بيخزن فيها الفحم، هو بيسحبه من المراكب دي تمام وينقله على كونفير بيلتس جبال من الفحم دي. ممكن مثلا دي كده تكفي المحطة 3 أيام، مش كتير أوي زي ما احنا متخيلين. ودي مشكلة الفحم الأساسي بقى، يعني بالإضافة طبعا إلى التلوث اللي بيعمله الحرق الفحم، المساحات الكبيرة اللي الفوليوم بتاعه كبير، مش زي ما عندي مثلا ايه مازوت في ماسورة هتجيلي على طول او غاز في ماسورة سبلاي شغال وخلاص. اول حاجة ان انا طبعا حتت فحم مش متجانسة فالحرق بتاعها مش هيبقى كويس، لازم ايه ادخلها الاول في مطحنة تحولها الى تراب زي ما هنشوف دلوقتي. مطحنة دي شغلتها انها تاخد الفحم اللي عندي ده باحجامه المختلفة تخليه بودره كده عشان لما يتحرق تبقى كفاحة الحرق بتاعته كويسة. هي الكراشر دي طيب عمالة بقى تطحن في الايه في الفحم بحيث يطلع بودره زي ما هيورينا دلوقتي. بعد كده نحرقه بقى مفيش مشكلة. في ما يسمى بالبويلر، غلايه شغلتها ان انت تقعد تحرق من تحت الفحم داخل هنا عمال يتحرق، وفوق خالص طبعا درجه حراره هنا ممكن توصل 400 او 500. فوق خالص في بقى ايه الميه اللي احنا عايزين نعملها ستين، اللي هي السلابنتينه بتاعتنا. كويس، ميه تخش سائله طبعا تطلع ستين، الستيم سوبر هيز ستيم على درجة حرارة 600 وضغط 40 بار. نخش بقى على التربينة. التربينة دي هي اللي هتدور لنا الجنريتور بتاعنا اللي هو فيه البولز اللي احنا شفناها تمام. فهتخش هنا هتدور التربينة. بيبقى التربينة عادة متقسمة كذا جزء، لو بريشر وهاي بريشر ومش عارف ايه. لو كنت درست سيرمو كنت هتفهم الكلام ده. عبارة عن ريش تخش فيها الايه؟ في النهاية كل ده على نفس العمود على نفس الشافت كله بيلف. فلما ادور التربينة الجنريتور بتاع الروتور بتاعه ايه؟ هيدور. فلما يدور يولد بقى ايه؟ 3 فيز طالعين في مواسير كده لان هو طبعا الباور عالية جدا. اهي بص. في الاخر المية دي اللي هي طبعا لما تخرج في اخر التربينه هتبقى فقدت الباور بتاعتها فالتمبريتشر قلت والبريشر بس لسه سخنه، لازم نبردها. او ممكن نعمل نعديها على ميه كده، نعدي الايه المواسير بتاعتنا على ميه عشان ايه نقلل درجه الحراره بتاعتها وترجع للسايكل تاني تفضل ايه لانها الميه اللي هي بسخنها دي كلوزد سايكل، لازم تبقى ميه نوعيه معينه عشان ما يحصلش اي لو جبت اي ميه كده المواسير بتاعتك تتاكل وتتسد والكلام ده مش هينفع، لازم تبقى ميه معالجه.
وفي مرحله ثانيه من التبريد ان انا بدخل الميه السخنه بتاعي دي على الكولنج تاورز دي اللي زي كانت موجوده زمان او هي ما زالت موجوده مش عارفين يعملوا فيها ايه المحل الكول. نعم عشان تبقى الكفاءه بتاع السايكل مش سليمه عشان ينفع تاخد المايه دي السخنه تسخنها تاني درجه حرارة تعلى قوي. هي مظبطه ان هي لازم تدخل 25 تطلع 400. لو دخلتها على اعلى هيحصل اكيوميشن اوف هيت اكيوميشن اوف هيت الدنيا تفرقع. ومش كل مره اقعد اظبط الحرق عشان المايه عشان يسخنت شويه. لا هي لازم تبقى السيستم ثابت. فانا بنخش هنا ازاي بقى؟ المايه تخش هنا من تحت بتعدي الهواء بيعدي من تحت المايه الهواء الساقع يعدي ياخد الهيت يطلع من فوق هي وقفت ليه؟ هي كده 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 فهنا من تحت الهواء بيعدي على المايه يطلع الايه الدخان اللي احنا بنشوفه ده ووتر فيبر مش اكتر. هتقول لي طب ليه مصنع زي المحله ده بتاع غسيل عامل كولنج تاور ليه؟ لانه زمان وقت ما اتعمل كان شغال ستيم المواتير بتاعته ستيم ما كانتش كهرباء يعني كانوا بيغلوا الميه ويحولوها لحرق مباشره الحرق دي على الحريقه تلاقي انت شغل حد كان دخلته الورشه استعدادي كان في فوق كده بتاع كده عمود كده في بطنه كده معرفش شالوها ولا لا. هو كان بيعمل توليد مركزي يعني بيحرك حركه مركزيه وبياخد سير من فوق يدخل لك المكنه من تحت. ما كانش كل واحده معاها موتور بتاعها زي دلوقتي موتور كهرباء الدنيا بقت اسهل. وبالتالي استخدام الايه الصوره بتاعت الكولنج تاورز دي واللي طالع منها الفيبور بتوع بقى جرين بيس يستخدموها على اساس التلوث بتاع ده الكلام يعني مش دقيق قوي لان ده ووتر فيبر ده مش كربون دايوكسيد ولا حاجه. هي يعني المشكله في حرق الفحم مش مشكله في الكولنج تاور. هو ازاي اصلا بيتحكم في السرعه من بس ضغط الهواء يعني او ضغط الستيم؟ لا ما انت عندك زي ما يسمى الجفرنر ستيم جفرنر ده زي فالف حسب كميه الستيم اللي انت بتدخلها بتتحكم في السرعه. فاحنا متحكمين في السرعه تماما بحيث تطلع الفريكونسي الثابته ال 50 او ال 60 لو السيستم 60 تمام؟ هتقول لي طب الويند اتحكم فيه ازاي؟ ما انت لو ستيم او ميه ما في بوابات ميه بتخش زي بتاعت السد العالي او غيره كل ده كنترول هتتحكم في السرعه تشتغل. الويند مش متحكم فيه عشان كده انا بقى بلجا لايه استخدم جنريتور مختلف شويه وبلجا ان انا باخد الفولت والفريكونس اللي محتاجين انا اظبطهم اظبط من ناحيه الكهرباء مش من ناحيه الميكانيكا. طب لو موتور بقى لو انا عايز احول الالكتريكال باور لميكانيكال باور بعمل ايه؟ همشي التيار في الملف محطوط في المجال فيحصل ايه؟ اهو فانا عندي ستيتر وروتر برضه جزء ثابت وجزء متحرك والستيتر هيبقى فيه المجال والروتر هيبقى فيه تيار والانتر اكشن اللي بينه هو اللي عامل الحركه ده في حالة الدي سي تمام؟ أو ممكن يبقى طبعا التيار المجال اللي في الاستيتور هجيبه منين؟ ما هو لازم يبقى ملف بيعمل مجال مش هجيب عادة يبقى بيرمننت ماجنت مش هينفع في الباور الكبير تمام؟ فهي المجال اللي في الاستيتور جاي من كهرباء بره حلو؟ الانتر اكشن ده هي اللي هيخلي الروتور بتاعي ايه؟ يلف يبقى انا انتجت ايه؟ حركة انتجت ميكانيكال باور. في حالة الدي سي موتور بيبقى ده دي سي المجال هنا تيار ثابت تيار دي سي هيعمل لي مجال ثابت والسبلاي هنا دي سي فهتعمل عن هيعمل لي الحركة. ده النوع الأول من الموتورز اللي عندي الدي سي موتور.
ممكن يبقى اي سي. هيشتغل ازاي هنشوف بقى في الفيديو ده. الاول نشوف فيديو للدي سي موتور. ده الدي سي موتور بتاعنا متقفل كده، انت مش عارف ايه الحكايه، طرفين طبعا بس اللي هم دي سي. من جوه عامل ازاي؟ عندي روتر وعندي ستيتور. الستيتور فيه الملف اللي بيعمل المجال. الروتر فيها اسلاك بقى كتير، ليه؟ عشان اخلي الفورس عالي. ان كل ما عدد الاسلاك يزيد هيحصل ايه؟ ايه اللي بيحصل هنا؟ عندي براشز دي اللي واصل عليها السبلاي الدي سي، وده الملف وده المجال، ودول اللي وليكن بيرمننت ماجنت. هيوصل لهدول سبلاي بطاريه. كويس؟ ايه اللي هيحصل؟ في الحاله دي الطياره هيبقى فيها اتجاه بهذا الشكل. وبناء على الكلام ده في فورس عامله كده، دي عكس دي عشان ايه؟ الطياره عكس هنا. هيحصل دوران. اول ما تعكس دي، ما هو الطياره هيتعكس، لان ده هنا في سيجمنت اولاني والسيجمنت الثاني اللي بنسميها الكوميوتيتر. فهنا بص عامله ازاي؟ يعكس. كل ما يجي هنا يعكس يعكس. هتلاقي التيار دايما على اليمين خارج، على الشمال ايه؟ داخل. يبقى الفورس دايما في نفس الاتجاه. يبقى الموتور بتاعي دايما هيلف في نفس الاتجاه. دي الفكره من ان انا عملت الديزاين بتاعي كده، اتنين سيجمنت مش واصلين ببعض، واحده واصله على سلك والتانيه واصله على السلك بتاعي. طبعا لما يبقى 90 بيقول لك مفيش طول، لان انا ايه فوق بعيد 90 درجه، لكن الانرشيا بتايه؟ بتخليه يبقى فده الشكل الايه؟ طبيعي. لو عملت ملفين هقسم السيجمنتس الى اربعه عشان يبقى اربع اطراف، عشان يفضل نفس القصه شغاله اهي. طبعا لما تشغل الفيديو ده من على الصفحه في صوت اهي هيشرح لك وانت بتتفرج. هنا قلب على الثانية، قلب، يقلب على ايه؟ على اللي بعده، دخلت في اللي بعدها، كتر بقى زي ما انت عايز. كل ما تكتر هتقسم دي سيجمنتس اصغر على قد الملفات بتاعتك. هنحط بقى في كل الملفات دي في حديد كده، في كور حديد عشان نحسن. ده الشافت العمود الروتور. خلاص عملت الحركة. بتسمي السيجمنت دي كوميوتيتور. اللي ملمسين فيها اللي وصل عليهم السبلاي الدي سي بنسميها الراشز. وبس ده الاستيتور. ولفينا ملف في الاستيتور عشان نعمل المجال. اشتغلنا المجال بقى اي مجال عملنا شيفت تيار. يبقى عندي طرفين دي سي مجال وطرفين دي سي تانيين على الايه؟ على البراشز بتاعتنا. بس ممكن اوصلهم بارلل لبعض، يعني الملف الفيلد يبقى بارلل لملف الروتور، او اوصلهم سيريز. ساعتها يبقى اسمه سيريز موتور والتاني اسمه شنط موتور. يعني تفاصيل مش مشكلتنا بجد. هنا موصلهم بارلل فيطلع لك العلاقه ما بين التورك والسبيد عامله كده. طيب ده الدي سي. الـ AC عامل ازاي بقى؟ الحقيقة ده هيبقى اسمه اندكشن موتور، لأنه مبني على فكرة تانية. مفيش سبلاي في الروتور. سبلاي في الاستيتور بس. طب ازاي؟ ده الـ اندكشن موتور. ده بقى اللي احنا هنتكلم فيه بالتفصيل وهنشرح فكرته بالتفصيل في المحاضرات بتاعتنا. اندكشن موتور عبارة عن ايه؟ الستيتور والروتور برضه مش مشاكل، ولكن الستيتور بتاعي فيه ثلاث ملفات 3 فيز شفت 120 درجة زي ما هنشوف دلوقتي. اهو فتح لك الروتور والستيتور. الروتور عبارة عن ايه؟ الروتور عبارة عن قفص كده من الكوندكتورز معمولة شرط على بعض وخلاص. هو الستيتور حديد وفيه ايه؟ في سلوتس، في ملفات. الملفات دي متوزعة 3 فيز شيفتد عن بعض، الاكسس بتاعها 120 درجة.
فالمجال اللي لما وصى عليه 3 في السبلاي هنلاقي ان المجال اللي نشا زي ما نثبت المجال هيبقى روتيتنج فيلد. دول التلات ملفات، كل ملف ماشي طيب فيه تيار بيعمل مجال، صح؟ هيبقى انا عندي كام تيار؟ ثلاثة، بس التيارات دي شيفت 120. فالتلات محصلة التلات مجالات اللي بيعملهم التلات تيارات هنلاقيهم مع تغير الكرنتس في الثري فيز، هلاقي المحصلة بتاعتي عمالة ايه؟ كأنها بتلف. طيب استفدت ايه انا من قصة انه بيلف دي؟ ده المجال اللي بينتجه الستيت. الملفات اللي موجودة فين؟ في الستيت. بتبقى سرعتها ثابتة. لو حطيت بقى هنا جوه اي بقى لوب كلوزد لوب كده اي حاجه كوندكتور عامل على نفسه شورت، هيحصل ايه في اللوب دي؟ فيها فولت انديوست وهتمشي فيها تيار، تيار ومجال يبقى فيه ايه؟ في فورس. يا انا قللت هنا حركه من ان انا حطيت 3 في السبلاي بتاع من غير بقى دي سي في الروتور ولا كوميوتيتور ولا كل القصه اللي شفناها في الفيديو اللي قبل ده. فعملنا الروتور كده، عملناه قفص كده كوندكتورز معمول عليها شورت عشان يمشي فيها ايه؟ تيار بقى وتعمل تورك كبير. عشان القفص ده زي عامل زي القفص لما بتشتري الايه الهامستر وتحطه في القفص بعد يجري كده. فعشان كده مسمين ده الكونستراكشن ده بيسموه سكوريل كيج، القفص بتاع السنجاب. بس هتلاقي بيلف معاك خلاص في فورس. السؤال بقى يا ترى هل ينفع الروتور بتاعك يلف بنفس سرعه المجال ولا لا؟ طبعا مليناه حديد عشان نحسن الايه؟ الريلاكتنس بتاع الماجنتيك سيرفنج بتاعتي. ده موجود محطوط لكور حديد. هل ينفع الروتور يلف بنفس سرعه المجال ولا لا؟ لو الروتور لف بنفس سرعه المجال يبقى هيحصل ايه؟ في كروس بي. في بقى صفر، مفيش سرعة، بي اللي بي اللي بصفر، شايف المجال ثابت. مفيش فولت، مفيش طرف، مفيش فورس. يبقى ستيل ستيت دايما قال لك لو ان اس يساوي ان روتر مفيش، هيقف. لكن ستيل ستيت دايما هتلاقي ان سرعة الروتر هتبقى دايما اقل بشوية من ايه؟ من سرعة الروتر. لو ان ار يساوي ان اس، ان الروتور يساوي الان بتاع الـ بتاع الـ بتاع الفيل، الفرصه هتبقى صفر. فدايما هتلاقي ان انا لازم عشان يبقى في فورس طبعا لازم ان الروت تبقى اقل من ايه؟ ان اس اللي هي سرعه دوران الايه؟ هنتكلم في كل ده بالتفصيل. هي بس الفيديوهات دي كلها عشان ايه؟ نفك بس الرهبه بتاع موتور وجنريتور وبتاع، وتبقى شفت الدنيا في فيديو كده بيوضح الدنيا بالتفصيل. الفيديوهات دي كلها موجودة على الصفحة اللينكات بتاعتها على اليوتيوب، بص عليها لما تتراوح ان شاء الله. ما بالفورس اتحرك، هو اتحرك لوحده. لا انا مش قصدي كويس، بس قصدي ان هو عمل المكان الروتيتنج فيلد ده طلع نشأ نتيجة ان انت انا حطيت 3 في السبلاي على 3 في الزوايا اللي موجودين في الستيت. حصلت المجال على 3 فيلد، هم 3 في كل واحدة بتعمل فيلد بس 120. حصلت ال 3 فيلد هنتجي للفيلد. هنثبت نثبته بالجرافيكالي واناليتيك، مفيش مشاكل. ما دلوقتي مش بي اللي فيه انديوز فولتج هو اللي ماشي الكارنت. لو الفي بصفر، ما هو دلوقتي ال في دي هي السرعه النسبيه بين المجال والكوندكتور. لو الكوندكتورز اللي هي على الروتور بتلف بنفس سرعه المجال، يبقى شايف المجال ايه؟ الفي بصفر، مفيش انديوز فولتج، مفيش تيار هيمشي، مفيش تيار، مفيش فرصه. اول ما السرعه تقل عن ال ان اس هيطلع على طول الجيوز فولتج، في تيار فورس، هتلاقي هيحصل كده بالانس
بين الاثنين هيثبت عن سرعة معينة، بس السرعة لازم تبقى أقل من النص. هنبدأ بقى نشوف الفيلد بننتجه ازاي اللي احنا قلنا عليه 3 فيز ده. لو عندي ملف واحد سنجل فيز ماشين، يعني ملف واحد بس في الستيت، الماجنتيك فيلد هيبقى عامل ازاي؟ اهو بالشكل ده، بس ده هيبقى اتجاهه في البوزيتيف هاف سايكل. في النيجاتيف هاف سايكل الكرنت هيبقى فين؟ في الاتجاه العكسي. يعني دلوقتي انا نورث وساوث اهو مثلا، الملف اللي هي ماشي فيه التيار ده بنسميه الارمتشر وايند. لما يبقى ملف مبتدي في سلوت ومنتهي في نفس السلوت وكل الملف في التو سلوتس كده بنسميه كونسنتريتد وايندنج، مركز بهذا الشكل وعامل مجال في اتجاه واحد. حلو؟ كام بول دول؟ نورث وساوث بس اثنين، يبقى ده تو بول. يبقى الملف ده كان اسمه تو بول لانه عمل لي كام ماجنتيك بول؟ اثنين. الملفات مش بارزه لبره فده اسمه نون سيليانت بول. طب شكل المجال عامل ازاي؟ عشان احسب مجال من تيار بروح لاني ملف، مالي اني قانون؟ امبير. طب بناخد بنحل امبير ازاي؟ اي مسار من دول بقى ده المسار بتاع المجال، المجال اللي عامل كده. خد اي مسار، المسار ده شايف جواه كارنت قد ايه؟ لو افترضت الملف ده على لفته ان وماشي في تيار اي يبقى ان في اي. طب التكامل الناحيه الثانيه، حديد حديد حديد، هواء هواء، صح؟ لو افترضت ان الحديد البرميابيلتي بتاعته كبيره جدا كومبيرد للهواء، يبقى الاتش في الحديد بكام؟ انا عندي بي، صح؟ عندي ماجنتيك فلكس، في فلكس بي تساوي ميو في اتش، صح؟ كل ما الميو بتكبر الاتش يحصل بقى ايه؟ البي ثابت، في فلكس نتيجة ان في فولت. نرجع للماجنتيك سيركتس، في فولت يبقى في فلكس، في فاي وفي بي. طب ايه علاقة بين بي والاتش؟ بي تساوي ميو في اتش. كل ما الميو تكبر الاتش ايه؟ لو قلت النيو تنس تو انفينيتي يبقى الاتش تنس كام؟ زيرو. يبقى لما اقول في منطقه البرميابيلتي تنس تو انفينيتي يبقى نجلكت الاتش اللي فين. يفضل لي التكامل ده اتش اني اللي فين بس؟ اللي في الاير بس. وليكن الاير جاب اسمها طولها مثلا جي، فالحته الصغيره دي المسافه دي اسمها ايه؟ فعندي هنا جي وهنا جي، فيبقى اتش في جي تقريبا يساوي ان في اي. ده لما افترضت ان البرميابيلتي بتاع الحديد ايه؟ تنس تو انفينيتي، يبقى اتش في جي يساوي ان في اي على الاثنين. ان في اي دي اللي كنا بنسميها ايه؟ الماجنيتو موتيف فورس. فيبقى الام فيلد بتاعتي هي البي على نيو في جي، دي الام ماف اللي هي ان اي على الاثنين. ده الفيلد. طب شكله ايه؟ في المنطقة اليمين دي في البوستيف هاف سايكل الفيلد هيبقى ايه؟ بوستيف، صح؟ الناحية التانية ساوث نفس القيمة بس ايه؟ بس نيجاتيف، مظبوط؟ لو خدت المسار ده المسار ده المسار ده أي حاجة هنا نفس القيمة، هي في ان اي على الاثنين. الناحية التانية نفس القيمة بس ايه؟ عكس. يبقى لو رسمت الاتش بتاعي ده او الام ام اف او البي اي حاجه رسمتها جنس سيتا، ايه سيتا دي؟ الدايره بتاعتي اللي هي 360 درجه تبقى عامله ازاي؟ ايوه من اول هنا لهنا اللي هي 180 الاولانيه القيمه ايه؟ بوست. 180 الثانيه نفس القيمه بس ايه؟ بس نيجاتيف، تبقى عامله سكوير ويف كده. بس ناخد بالنا بقى من حاجه، ان الكلام ده معتمد على قيمه الايه؟ اي، الاي مش ثابت، الاي ده اي سي ساينوسايدال، يبقى دول عمالين ايه؟ يطلعوا ينزلوا حسب قيمه التيار، صح؟ دي السيتا، ده قيمه ام ام اف اللي هي الماكسيم بتاعها ان في اي على الاثنين، والناحيه الثانيه نيجاتيف ان اي. الكلام ده بنزيله الاثنين بعض،
اللي هي الدايناميك. طيب هتقول لي طب ايه المنقط ده؟ ده سكوير ويف، ينفع بفورير سيريز نجيب الفاندمنتال بتاعه؟ ينفع مفيش مشكله. الفاندمنتال هتبقى عامله ازاي؟ ده كده الديستريبيوشن ده بنسميه سبيس ديستريبيوشن. ام ام اف سبيس ديستريبيوشن. ليه اسمه سبيس ديستريبيوشن؟ لان ده الشكل اللي في السبيس اللي في الفراغ، ده الشكل اللي في الواقع. لو تخيلت كده انا عندي اكس راي كده عملتها على المكنه، عشان الاكس راي دي بتشوف لي الماجنتيك فيلد انا طالع الشكل كده، نسمي ده السبيس ديستريبيوشن. زي ما قلنا الكرنت عندي ساينوسويدال، يبقى الكلام ده يبقى عامل ازاي؟ بلسيتنج فلكتويتنج. القيمه دي الشكل ده مش ثابت مع التايم. ات اتش تايم في سكوير ويف ليها شكل مختلف. مع التايم عماله دي كل ما انا اطلع كده تلاقي وصل الماكسيمم، ارجع تقل تاني وبعدين ايه؟ تعكس. تبقى البوست النورث هيبقى ساوث والساوث هيبقى ايه؟ هيبقى نورث. خد بالك هنا دي اسمها اوميجا اي، دي الفريكونسي بتاعت الطياره 2 باي اف. طب لو عملت فورير سكوير ويف بتطلع كام؟ تطلع عامله ازاي؟ اي سكوير ويف 4 على غاية في الماكسيمم على في الماكسيمم. هتقول لي ليه 2 بي ليه مش 2؟ اقول لك 2 دي طلعناها لما كان ده 2 بول، لكن لو 4 بول او 8 بول او اي حاجه يبقى هنسميها 2 بي، اللي هو حيث ال 2 بي هو النمبر اوف بير بول، اللي هو النمبر اوف بولز اسمه 2 بي. وعلى ان كوزان ان سي، عايز الفاندمنتال يبقى نعوض ان بكام؟ 1. عايز ثيرد هارمونيك يبقى 3. وقت. فاللي حصل ايه بقى هنا؟ الفيلد هيبقى شكله ازاي في السبيس؟ طيار بصفر يبقى الفيلد بكام؟ زيرو، مفيش حاجه. عمال التيار يزيد يبقى المجال هيزيد في الناحيه دي في الاتجاه البوزيتيف بتاعه لحد ما وصل الماكسيمم. هيبدا ايه بعد كده؟ يقل يقل، بعدين يحصل ايه؟ صفر تاني. يبدا يعمل ايه في الاتجاه اللي هي فوق نيجاتيف هاف سايكل، يبقى الفيلد النورث بقى للناحيه التانيه. اتجاه السهم واتجاه النورث اللي هو الناحيه التانيه السطح. ما طبعا مع التيار بيتعكس مع المجال. نعم؟ اه طبعا احنا المرسوم ده البوست اوف سايكل. وبالتالي زي ما احنا هنا راسمين الفاندمنتال ده تي زيرو وليكن الماكسيموم، هيبدا يقل نيجاتيف وهكذا. فده الكرنت تايم ديستريبيوشن، فده الفرق بقى، ده اسمه سبيس ديستريبيوشن، اللي ده مع سيتا في السبيس، ده مع اوميجا تي ده في التايم. ده تغير الكرنت مع التايم. ونسمي ده تايم ديستريبيوشن ونسمي ده سبيس ديستريبيوشن. طبعا الفاندمنتال من اللي طلعها من المعادله هي 4 على باي ان باي على 2 بالنسبه للحاله بتاعتنا اللي هي التو بول. وبالتالي لو عندي اي سي كرنت الفيلد هيبقى عامل ازاي؟ هيبقى اسمه بلسيتنج. ليه بلسيتنج؟ لانه في بلسيت الماجنتيود بتاعه مش ثابت. نورث ساوث ساوث نورث نورث ساوث. طب لو 3 فيز بقى، يعني ايه 3 فيز؟ يعني عملت مجموعه ملفات خليتها فيز A، مجموعه ملفات شيفت 120 درجه فيز B، مجموعه ملفات ثانيه فيز C. فدول كده ديستريبيوتد وايندنج، لان الملف متوزع على كذا سلوت. تو بول نون سيليانت برضه. ده الماجنتيك اكس بتاع فيز A. يعني فيز A كده في البوست باف سايكل هتعمل مجال في الاتجاه ده. فيز B بقى هتعمل مجال في البوست باف سايكل فين؟ لفوق كده. طب فيز C يبقى الثلاثة ماجنتيك اكسيس شيفتت عن بعض كام؟ احنا عاملين الملفات عشان تبقى كده. طب لما تبقى كده ايه اللي هيحصل؟ هيبقى عندي كام بلسيتنج فيلد؟ كل واحدة في دول بتعمل بلسيتنج فيلد لوحدها. اهو
ليه؟ لان انا هدخل عليهم بقى دلوقتي كمان ايه؟ 3 كارنت. شفتت كام؟ 120 برضه. فهيحصل ايه ساعتها؟ دول الثلاثة كارنت اللي هنا اللي ماشيين في الثلاث ملفات الماجنتيك اكسس بتاعهم شفتت 120. هيحصل ايه؟ لو شفت فيز ايه لوحدها ده البلسيتنج فيلد بتاعها صح؟ فيز بي لوحدها هتبقى عامله بلسيتنج فيلد برضه. اهي فيز سي هتبقى عامله بلسيتنج فيلد لوحدها. ده البي الاخضر السي اهو. طب لو رسمت الثلاثه مع بعض مع التايم عاملين ازاي؟ اه مع التايم وانا ماشي كده ده الشكل. طب ما نجمعها، لو جمعناهم هيحصل ايه؟ هنلاقي ان مجموعه الثلاثه عباره عن ايه؟ ماجنتيود ثابت وبيلف بسرعه. ايه هو ده اللي احنا عملناه لما عملت ثلاث ملفات شفتت عن بعض 120 في السبيس ماشي فيهم طيار شفتت عن بعض 120 في التايم. هنتاكد ايه؟ الماجنتيك فيلد اللي هو عمل لي كل حاجه. اللي عمل الفكره دي هو نيكولا تسلا العالم الصربي. يبقى انا كده الثري فيس كارنت عمل لي ايه؟ عمل لي روتيتنج فيلد. بس ما دام في روتيتنج فيلد هيبقى في كل حاجه، هذا فيه اللي احنا عايزينه. دي الفكره البسيطه. يبقى انا كده عملت روتيتنج فيلد وبالتالي انا عملت موتور مش محتاج دي سي من الستيتور ودي سي من الروتور والقصه الكبيره اللي احنا شفناها في الدي سي موتور. انتجت حركه بالاي سي سبلاي الثري فيز على طول من غير ما نخش في تفاصيل كتير. تمام؟ بس ومن هنا عملنا الموتور بقى بالشكل ده. 3 فيز وايندنج في الستيتور والسكور الكيج اللي احنا قلنا عليه في الروتور وبارز ملفات، يعني مش ملفات حتى، مجرد كوندكتورز معمول عليها شورت عشان يحصل في الاندوز فولتج ويمشي فيها التيار خلاص. مش محتاج اكتر من كده. هيلف. ده انت مش بس، انت لو اصلا ما عملتش الكيج عملت حته حديد كده سوليد هيحصل فيها كارنس وهيحصل عليها فورس. اي كونستراكشن اي شكل هيلف. تمام؟ اه دي الصوره بتاعت موتورز بسيط يعني. ده طبعا عشان الروتور يلف لازم يبقى متحمل من قدام ورا على حاجه تسمح له انه يبقى بالدوران عشان تحافظ على الاير جاب اللي ما بينه وبين الايه؟ وبين ملفات الستيتور. في حاجه اسمها البول بيرنج او الرمان بيري يعني، هو اللي شايل العمود ده بتاع الروتور من قدام ومن ورا. ويبقى لازم يتشحم بالكامل عشان يفضل الدوران سموز عندي. طيب الروتور داخل جوه الستيتور كده، وهنا ده البول الاند بيل يعني بتاع بيقفل بيها، وفي مروحه في الاخر للتهويه. بس تمام؟ ده الكونستراكشن يعني بمنتهى البساطة. تمام يا اخوانا؟ يبقى النهارده خدنا مقدمة كده عن الروتيتنج ماشين سواء اي سي او دي سي اكتيفيتور او ايه؟ او موتور. يا ريت لما ترجع النهارده تبص على الفيديوز. مش عايز بقى الناس ايه وجع، الناس بدأت تريح وناخد الاسبوعين على الميد تيرم ونلم المنهج والمنهج جري مني والكلام ده. حلو؟ فايه؟ لسه. وبعدين هم مش الميد تيرم الاسبوع اللي بعد الجاي اخروه اسبوع. فالمحاضره اللي جايه محاضره مهمه. انها استكمال لازم عشان تتابع وتبقى فاهم معانا الدنيا. يا ريت تحضر. عايز بقى تقعد في بيتكم وتلم المنهج والكلام ده، تقعد تلم بقى براحتك. وما تسالش بقى ايه اللي هيحصل. تمام؟ شوفكم الأسبوع الجاي.